أبدأ مع حضرتك من جريدة الوطن وصفحة واحد. السيسي نتبع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر وتأهيلها. الرئيس يشهد اختبارات للمتقدمين لوظائف التعليم. تحديث الجهاز الإداري يركز على تطوير العنصر البشري وتحسين الخدمات. نيجي نتكلم على هذا الخبر، فهو نتكلم على نهج جديد الحقيقة انتهجته الدولة المصرية في اختيار الكوادر. بنتكلم على أعلى المعايير سواء كان علميا فنيا شخصيا، سواء كان بقى ده الجهاز الإداري أو زي ما الخبر بيقول في اختبارات المدرسين. في كل المجالات دلوقتي أصبح نهج مختلف، أن يتم التدريب أو سياسة التدريب الشامل، التأهيل الفني والشخصي والعلمي ومن كل الجهات، مش بس كمان المنتقلين. بعض الناس كانت بتقول إن ده هيقتصر فقط على المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، لكن ده نهج الدولة المصرية أو الجمهورية الجديدة. لا ده نهج، ونهج من بدري، مش بس في الانتفاضة اللي حصل في الجهاز الإداري للدولة المصرية، قانون الخدمة المدنية وخلافه والميكنة، يعني إلى مجمل الإجراءات اللي حصلت، لكن كمان في صميم وصلب اختيار الكوادر والكفاءات ابتدت في اكتوبر 2019. ايوه، وانا كاتب عن كشف الهيئه، يعني سياده الرئيس لما عمل الزياره في اكتوبر 2019 عمل لكليه الشرطه وعمل للكليه الحربيه، وبعد كده جينا في 12 ده اتكرر اكتر من مره كمان الحقيقه، 12 و21 2 و4 زار الكليه الحربيه الاول وبعد كده كليه الشرطه، وبعد كده قلب، يعني اتغير الوضع في 2022 12 2022 في يوم 4 كانت كليه الشرطه الاول وبعد كده 7 الكليه الحربيه بالزبط. او الاكاديميه العسكريه. الغرض زي ما قال سياده الرئيس انه اولا في هواجس عند الناس انه الاختيار بيبقى طبقا لاسباب اخرى غير كفاءه واستماتة الشخصيه، لكن سياده الرئيس بيحدد القدرات الثلاثه، العلميه الفنيه الشخصيه. العلميه التحصيل والكفاءه، لازم حد يبقى متفوق، والفنية سمات خاصة وقدرات شخصية، حد عنده قدرات شخصية، لياقة وخلافه وثبات انفعالي إلى آخره، بتبقى من شروط وسمات القبول في بعض الكليات. الثالثة الشخصية، السمعة، لازم تبقى سمعة جيدة، ما يبقاش حد عنده عليه ملاحظات هو تخص يعني شخصه ويتم اختياره لمكان هيبقى فيه بعد كده في وظيفة رفيعة في المجتمع. بس انتقلنا بعد كده إلى وظائف أخرى، برضه نفس الرسائل من سياده الرئيس للمجتمع، انه هنختار افضل العناصر لمجتمعنا، هنختار افضل عناصر تخدم هذا الشعب العظيم. ابتدينا سياده الرئيس اهو في المتقدمين لوظيفه الوظائف التربيه والتعليم، قبليها لوظائف وظيفه العدل، قبليها لوظائف حتى وظيفه النقل. طبعا ده عبء على سياده الرئيس، يعني زياده على الجهد المبذول في متابعه حتى المشاريع القوميه، لكن الرسائل اللي واصله يعني قيمتها اكتر بكتير من اي رسائل تانية، لانه بنقول للناس ان مبدا تكافؤ الفرص هو المبدا الاساسي لاختيار الناس للوظائف العامه، خصوصا الوظائف المهمه، انه السمات الثلاثه اللي قلناهم هم المعايير الثلاثه الاساسيين، ما فيش اعتبارات تانية. كل اللي اي في دماغ اي حد ويقعد اعلام الشر يتكلم، كان في رواسب، كان في، لكن من 2014 بنبدا عصر جديد وداخلين على جمهورية جديدة فيها المعايير الموضوعية هي الأساس لاختيار أي حد.